قال الأزهر الشريف في بيان له إنه يدعم كافة الإجراءات التي اتخذتها عدة دول عربية بمقاطعة دولة قطر، مبررا موقفه بضمان وحدة الأمة العربية والتصدي بكل حزم وقوة لمخططات ضرب استقرارها والعبث بأمن أوطانها. وقال إنه يتطلع لمضاعفة جهود الأمة العربية لوقف المحاولات المغرضة التي يمارسها البعض بما يشكل خطرا على أمن الإقليم العربي. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو السيد نزار قنديل الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ نزار. أهلا بك أستاذ. ببساطة، أين نضع بيان الأزهر الشريف؟ يعني هل يوضع في سياق ديني أم في سياق سياسي؟ الحقيقة أنه الأزهر في الفترة الأخيرة في مصر وهو متهم دائما من قوى عديدة جدا مناوئة له بأنه يتدخل في السياسة، وهو دائما كان ينأى بنفسه عن التدخل المباشر في العمل السياسي. الأزهر بالأساس هو مؤسسة دينية، أليس كذلك؟ نعم. هذه المؤسسة الدينية ينبغي حين تصدر بياناتها أو تتخذ مواقفها أن تتمسك بمفهوم الإسلامية وليس بمفهوم الدول العربية. وهذه ملحوظة مهمة جدا. طوال البيان يتكلم عن الأمة العربية، العالم العربي، الأمن القومي العربي، نعم، ولا يأتي بأي ذكر لمسألة العالم الإسلامي مثلا، وهو منوط به باعتباره مؤسسة إسلامية ومرجعية إسلامية محترمة تضم العرب وغير العرب، مضبوط؟ نعم. في طوال لغته لم يستخدم في البيان أي ذكر لهذه المسألة. نعم. الأزهر يختتم بيانه، ودي مسألة مؤسفة جدا، أن تطوع نصوصا دينيا وتضعها في خدمة موقف سياسي. هو بيقول لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار. طيب، في القرآن الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طيب، بما أنك دخلت في السياق الديني وسنتحدث فيه بالتأكيد بكل تفصيل، لكن دعنا نشرك ضيف آخر معنا ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول، الدكتور وصفي أبو زيد الباحث في الفقه والشريعة الإسلامية. دكتور وصفي أرحب بك معنا. حياك الله يا أستاذ أحمد وحيا ضيفك الكريم. نعم دكتور وصفي والسادة المشاهدين، لعلنا كما استمعت مع ضيفي في الاستوديو نتحدث عن السياقات التي جاء فيها بيان الأزهر الشريف عندما انحاز لوجهة نظر سياسية تجاه وجهة نظر أخرى وأكد على فكرة القطيع. أليس كان من واجب الأزهر كمؤسسة لها احترامها في العالم الإسلامي ولها مكانة أن تتحدث عن عدم الخلاف وعن التقاء وعن الجماعة وإلى آخره من كل هذه المعاني الإسلامية الطيبة، ولا تتخذ يعني موقفا سياسيا من خلال هذا البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة يعني الإنسان يأسف أشد الأسف ويحزن أشد الحزن حينما يرى مؤسساتنا الإسلامية والدينية تتصرف هذه التصرفات وتصدر مثل هذه البيانات. قبل الأزهر الشريف رابطة العالم الإسلامي أصدرت أيضا بيانا بتأييد مقاطعة قطر وبتأييد حصار شعب بأكمله، والآن يأتي دور الأزهر الشريف، الأزهر الرسمي، ونحن دائما يجب أن نفرق بين الأزهر الرسمي والأزهر الشعبي. الأزهر الرسمي منذ أكثر من 60 سنة يسير في ركاب السلطان، لا يتسق مع رسالة الأزهر ولا مع تاريخ الأزهر ولا مع قول كلمة الحق المستقاه من نصوص القرآن والسنة والمتصالحة مع تاريخ الأزهر العريق. احنا عندنا النصوص الشرعية متواترة تواترا معنويا ولفظيا على حرمة إيقاع الأذى من المسلم لأخيه المسلم، وده على المستوى الفردي. نعم. فما بالك بالمستوى الجماعي؟ شعب بأكمله يحاصر، يعني هذا الفعل هو فعل قريش كفار مكة في المسلمين من بني هاشم في شعب أبي طالب، والذي انتفض من أجل فك حصارهم هم من كفار قريش أيضا. الأمر الآخر أنه الدعاوى
التي أثارها الإعلام والزوبعات والأخبار الملفقة والتهم الزائفة التي يعني أثيرت في الإعلام لكي تكون مقدمة لهذا الفعل الشائه والشائن. الدعاوى في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية لا تقبل إلا إذا أقيمت عليها البينات. وإذا أقيمت عليها البينات يعاقب الخائن، يعاقب المجرم، يعاقب الذي أقيمت عليه الدعوى وحقق فيها وأثبتت بالأدلة والقرائن الواضحة القاطعة. فما ذنب شعب بأكمله يحاصر؟ لا. يعني هذا الأمر منكور ومستنكر ومحرم. طيب. حرمة قطعية. لا. في الشريعة الإسلامية. يعني وبيان الأزهر هنا طفل. الذي عرضته قبل قليل يا أستاذ أحمد يعني ينحاز كما تفضلت حضرتك، وكان من الأولى أن يعني يدعو إلى الحوار ويدعو إلى النقاش، ده الحد الأدنى المطلوب، الحد الأدنى خالص. لكن المأمول من الأزهر كمؤسسة دينية لها سمعتها ولها مكانتها وتاريخها أن تحرم هذا الحصار، أن تحرم هذا الضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. كل نصوص الشريعة الإسلامية كان ينبغي أن يلبي نداءها الأزهر الشريف وأن يتسق مع هذه النصوص القاضية بحرمة الضرر والإضرار وحصار شعب بأكمله بهذه الصورة. ونحن في شهر رمضان، وهذه مفارقة غريبة جدا، شهر رمضان شهر البركات والرحمات والفيوضات والتنزلات، وشهر فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وتصفيد للشياطين ومرضة الجن. يعني توقع مجموعة من الدول بهذا الشكل هذا الضرر الهائل بدولة تحاصر وتسحب السفراء وتحاصر جوا وأرضا وبحرا، هذا لا يمكن أبدا أن يقره دين ولا يقره عقل ولا تقره مصالح أصلا. ثم إن الأزهر الشريف هنا أو بيان الأزهر الصادق، ابقى معي دكتور وصفي سأعود إليك لمناقشة تفاصيل البيان، لمضاعفة الجهود. يا للعار تمام. يا للعار على الأزهر حينما يتطلع إلى مضاعفة الحصار والاضطهاد وتجويع الشعوب بهذا الشكل، شعوب عربية وإسلامية. لا يجوز بحال من الأحوال أن يعني يسلك معها هذه المسالك، ولا أن يقول الأزهر هذه الأقوال المخالفة للشريعة الإسلامية ولما ينبغي أن يكون عليه المجتمعات المسلمة والأمة المسلمة. في المقابل نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل في الأمة من يصدع بالحق ومن يقول كلمة الصدق ومن لا يخشى في الله لومة لائم. رأينا الدكتور حامد العلي العالم المسلم الكويتي المعروف يستنكر في بيان تاريخي رائع هذا الحصار وهذا الإجراء الغير متسق مع الشريعة الإسلامية. ورأينا تنسيقية علماء المسلمين، الجبهة التنسيقية لهيئات علماء المسلمين تستنكر هذا الفعل وتدعو إلى توعية الشعوب وأن يقوم العلماء بدورهم في النصح والتوجيه. نعم. وأن وضحت يعني الفكرة. نقي ابقى معي دكتور. هذه السلوكيات والتصرفات التي يمكن أن توقع المنطقة كلها في القلاقل وفي الفتن وفي الاضطرابات وفي كل ما يعارض مقاصد الشريعة الإسلامية في مجتمعات قوية متماسكة آمنة مطمئنة. ابقى معي دكتور وصفي سأعود إليك بالتأكيد مرة أخرى. أحرار يقومون بالواجب الذي ألقاه الله على كاهل العلماء بالبيان بالتوضيح بقول كلمة الحق بتنزيل الأحكام الشرعية على مناطاتها الصحيحة، لا أن يلبسوا على الناس دينهم ولا أن يقولوا كلمات ويصدروا بيانات. ابقى معي دكتور سأعود إليك لاستكمال النقاش حول جوانب أخرى في هذا البيان، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عبد المقصود باشا الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. دكتور عبد المقصود أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم. أهلا وسهلا. نعم. يعني نفس السؤال الذي طرحته على ضيفي في اسطنبول، يعني أن يخرج من الأزهر الشريف بيانا ينحاز لوجهة نظر سياسية لمجموعة من الدول ضد دولة أخرى، أما كان من الأحرى من الأزهر الشريف لمكانته في الأمة الإسلامية يعني أن يتحدث عن التجمع وعدم الفرقة ويدعو للحوار وعدم الشقاق بين الإخوة وبين الدول العربية والإسلامية دون أن ينحاز في بيانه لرؤية سياسية على حساب رؤية سياسية أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة أنا أجد
أنا لم أسمع حضرتك تسأل ضيفك ولم أستمع إلى ضيفك لأن الصوت عندي رديء جدا. كويس، وأنا طرحت السؤال عموما مرة تانية، تفضل يا فندم. لكن أقول ما لكم يا أهل الجزيرة تتكأون على الأزهر الشريف كما تتكأ في الأكلات وإلى قطعتها؟ لأن الأزهر الشريف يا دكتور عبد المطلوب، يعني اسمح لي يعني نحن في الجزيرة لسنا لنا علاقة ببيان الأزهر، أنا أناقشك في بيان الأزهر، لنا يعني لا نأتي على الأزهر الشريف بشيء. أمامي في يدي الآن بيان للأزهر الشريف ينحاز لوجهة نظر سياسية ويدعو، يبدو أنه يدعو إلى الفرقة ويقول خذوا إجراءات أكثر على دولة مسلمة أخرى. أنا بسأل حضرتك، البيان ده صحيح دينيا ولا لا؟ وما كان هل كان يجب على الأزهر أن يتخذ موقفا يعني يتماشى مع مكانته الإسلامية، أم هذا الموقف هو يتماشى مع مكانته الإسلامية؟ هذا سؤالي ببساطة شديدة، والجزيرة ملهاش دخل بقى بالأزهر ولا لها موقف من الأزهر. تفضل. ماشي تفضل. أنتم تحولون الآية، الأزهر الشريف رمانة ميزان في العالم الإسلامي كله. كويس، جميل. إذا لم يقل الأزهر الشريف لمن أخطأ أن أنت أخطأت، فيكون بهذه الطريقة رمانة الميزان تتعوض في هذه الحالة. أما أن يتبنى الأزهر الشريف الرأي الذي يراه علماؤه وشيخه رأيا صوابا وصالحا في عمق صالح الأمة الإسلامية، أفبهذا يلام الأزهر الشريف؟ فأين كنتم يا من تلومون الأزهر على بيانه؟ أين كنتم في سنوات عديدة مضت حينما وقفت دولة مسلمة رعاياها مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويثيرون أو تثير هذه الدولة الفتنة في مجموعة كبيرة من العالم الإسلامي؟ لماذا لم تنتفض لماذا لم ينتفض الناس والعلماء في هذا التوقيت ليقولوا لهذه الدولة قفي عند حدك؟ هناك حدود. الغريب في الأمر يا دكتور عبد المقصود أن الأسبوع الماضي فقط قامت حكومة إسرائيل باجتماع خاص تحت حائط البراق، يعني في نفق تحت القدس الشريف، لتأكيد موقفهم من أن هذا يتبعهم من الناحية الدينية. الأزهر يعني لم يخرج ببيان، بالأمس فقط يا دكتور وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة، الأزهر الشريف لم يخرج ببيان، فأين الأزهر من هذه الأشياء وهو اليوم يقوم ببيان يساعد أو ينحاز لوجهة نظر سياسية ويدعم الفرقة؟ يعني أين الأزهر من القضايا الأخرى الإسلامية؟ سيدي أعترض بشدة على قولك الأزهر ينحاز. الأزهر الشريف طيلة حياته لم ينحاز إلا إلى الحق، إلا إلى ما يراه علماؤه وشيخه أن هذا هو الحق. أما ما تقوله من أن إسرائيل طلعت كذا تحت أحد جدران المسجد الأقصى، هذا أمر مبيت بليل من سنين طويلة. يعني ونحن في الأزهر الشريف كان عندنا من فترة قصيرة مؤتمرات عديدة، يعني ما كانش يستحق بيان يا دكتور؟ ما كانش يستحق بيان من الأزهر؟ سيدي لا تحاول سيدي أن تأخذني إلى كورنر أنت عايزه. أبدا يا دكتور أبدا، حضرتك بتقول لي الأزهر لازم يكون لوجهة نظر والحق و جميل، ده كلام محترم جدا. أنا بقول لحضرتك الأسبوع اللي فات واجتماع حكومة إسرائيل تحت حائط البراق، أما كان يستحق بيان مثل هذا البيان الذي خرج يؤيد دول عربية ضد دولة عربية مسلمة أخرى؟ سيدي فضل. نحن كمصريين وكأزاهرة نحن المدافعين الأول عن المسجد الأقصى، نحن المدافعون الأول، وما شهدت دولة مصارع شبابها مثل ما شهدت مصر في الدفاع عن القدس والأقصى. أما كان موقف الأسبوع الماضي من الحكومة الإسرائيلية يستحق بيان نعم أم لا يا دكتور؟ لا يا دكتور يا دكتور، لا أتحدث في تاريخ الأزهر الآن وموقفه من القذف. أما كان يستحق موقف الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي بيانا من الأزهر الشريف؟
إن الأزهر الشريف سيدي لم يترك مرة صغيرة ولا كبيرة إلا وأدان هذا وهذا معلوم. يعني اسمح لي يا سيدي، حينما تقول لي الظهر 4 ركعات أو العصر 4 ركعات، هل هذا منطق؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. لا. إذا قال لي أحد أن الظهر 4 ركعات أو العصر 4 ركعات، طيب ابقى معي يا دكتور، أنا مش عارف إيه اللي معلوم من الدين بالضرورة أن اجتماع يبقى تحت حائط البراق، وحضرتك بتقول لي لا ما نتكلمش لأنه معلوم من الدين بالضرورة. على أي حال ابقى معي يا دكتور، سأعود إليك. لكن فكرة التسييس، تسييس الأزهر أستاذ نزار، يعني ضيف يقول أن الأزهر أبدا لم يكن منحازا في يوم من الأيام، أو لم يكن يمارس دورا سياسيا في يوم من الأيام. طيب يعني تقييم هذا في ضوء هذا البيان، يعني هذا كلام يحتاج إلى إثبات، هذا كلام للحقيقة يجافي كل منطق ويجافي كل عقل ويجافي أي رؤية متتابعة ومتتالية لمواقف الأزهر من قضايا سياسية أخرى. أين الأزهر مما يحدث من ميليشيات تابعة لإيران، ها، وما يحدث للمسلمين السنة في العراق من قتل، من تشريد، من تعذيب؟ أين الأزهر من قضايا في ليبيا؟ أين الأزهر من حصار حلب في سوريا؟ الدكتور عبد المقصود باشا وله كل الاحترام يقول إن الأزهر دائما له مواقف وكذا، وقد بنى بيانه هذا على رؤية شيخ الأزهر. رؤية إيه؟ رؤية دينية ولا رؤية سياسية؟ يقول إنها رؤية سياسية، تمام؟ ما هي هذه الرؤية السياسية التي جعلت شيخ الأزهر يتأكد أن طرفا ما في هذه الأزمة، في هذه الأزمة هو المخطئ وليس الطرف الآخر؟ هل استمع الأزهر، هل كلف نفسه باتصال مع حكومة قطر باعتبار هو يعتبرها الآن هي المخطئة، هل كلف نفسه باتصال معها يسألها مجرد سؤال، هل قمتم بكذا وكذا وكذا من ادعاءات هي تتغير بالمناسبة كل يوم؟ لا. كل يوم، يعني أنت كل يوم النهاردة الإرهاب، بعدين بكرة الإخوان المسلمين، وبعدين من ساعات لا أصل حماس، وبعدين لا أسياب تتدخل في شأن داخلي وتدعم الإرهاب. لم يجب الدكتور عبد المقصود باشا كيف عرف الأزهر أن هذا الطرف هو المخطئ والأطراف الأخرى، هذا التحالف، لا، لم يخطئ. هذه طيب. واحدة سأرد نيابة عن الجزيرة حتى لا تكون في حرج، لأني في واحدة من الحلقات كنت هنا أدافع عن شيخ الأزهر في قضيته الأخيرة وفي محاولة عزله. الجزيرة وقفت موقفا مهما محترما رائعا ومستحقا بالمناسبة للشيخ الأزهر بجانبه، حين كان شيخ الأزهر يستحق أن تقف الجزيرة بجانبه أو أي وسيلة إعلامية أو أي إعلام آخر. لا نقف مواقف سياسية فقط، لا نعرض كل الأراء، لم يكن موقفا سياسيا، كان موقفا للأزهر ككيان يمثل رمزية عند ملايين المسلمين، نعم، في العالم العربي والإسلامي. طيب. لم أقل أنه كان انحيازا طيب. سياسيا. سأعود إليك أستاذ نزار، لكن طفل. حتى لا أغيب كثيرا على ضيفي في إسطنبول. دكتور وصفي، فيما يعني يخص مداخلة الدكتور عبد المقصود ماشي وهو يسمعنا الآن، يتحدث على أن الموقف الأزهر هنا موقف صحيحا 100%، وهو انحاز إلى الحق من خلال هذا البيان، كيف ترى هذا؟ يعني كلام غير معقول بالمرة، يعني كيف انحاز للحق وعلى أي أساس؟ يعني كما تفضل ضيفك الكريم استطاع الأزهر أن يحدد هذا الحق. نحن قلنا في بداية مداخلتي السابقة إنه الدعاوى لا تقبل إلا إذا أقيمت عليها البينات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى. أين البينات؟ لا توجد بينات إلا مجموعة من التلفيقات والأخبار الكاذبة والإشاعات التي تم نفيها من قبل القيادة القطرية. ثم إنه إذا ثبتت البينات على الدعاوى يعاقب المجرم يا أخي، يعاقب الخائن، فما ذنب شعب يحاصر؟ ويأتي الأزهر يؤيد حصار الشعب ويتطلع إلى مضاعفة إنزال العقوبات على حصار الشعب؟ هذا ما رفضته قريش قديما، هذا ما رفضه الكفرة الأشراف حينما تعاونوا معا وفكوا هذا الحصار حينما رأوه ظالما. وحلف الفضول ده كان حلف قبل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو دعيت إليه لأجبت. أين الحق فيما يقوله الأزهر؟ لماذا لم يتحرك الأزهر حينما نهبت أموال المسلمين
الرئيس الامريكي في 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 بلاد الحرمين، بلاد مهبط الوحي. لماذا لم يتكلم الازهر حينما وصف الرئيس الامريكي حركه مقاومه اسلاميه شريفه وطنيه ضد محتل واضح، وصفها بالارهاب، ولم يتكلم الازهر ولم ينبت بمن ينبس بمن تشفه؟ اين كلام الازهر الان؟ نحن امام ازهر رسمي، امام ازهر حكومي لا يسعه ابدا ان يخالف السياسات العامه ولا التوجهات العامه للحكومه. وضيفك الكريم قد اشار، انا شخصيا في حلقات سابقة مع الجزيرة وفي مؤتمرات سابقة وفي مقالات وفي مداخلات مع أكثر من قناة دافعنا عن الأزهر كمؤسسة، حينما أريد بالأزهر الشر، لأن الأزهر مؤسسة، ونحن حينما نتحدث نتحدث عن مؤسسة لها تاريخ، ولا ندافع عن أشخاص ولا نهاجم أشخاصا، إنما أين الحق في حصار شعب يا دكتور بدون يا دكتور أي روح. بينات بدون أي وجه حق هي ثم ما تطلع الأزهر لمضاعفة إنزال العقوبات. ما خطورة والله العظيم هذا عار على الأزهر وعلى من أصدر هذا البيان، وسوف يذكره التاريخ بالعار والشنار. ثم يقول البيان إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ويقول عليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار. أين الشذوذ في 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 فيما فعلته دولة مثل قطر، فيما فعلته قناة مثل الجزيرة من التهم الموجهة لقطر وللجزيرة أنها تمالئ إيران وتتسق مع السياسات الإيرانية؟ وأنا أشهد وكل من يتابعون الجزيرة والجزيرة مباشر أن قناة الجزيرة تتبنى قضايا أهل السنة في كل مكان، في العراق، في 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 ليبيا، في لبنان، في 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 كل مكان، في في سوريا. شك دكتور في كل دكتور أين أين هذا الكلام الفارغ؟ هذا كلام فارغ وتعريض هذا البلد للفتنة، تعريض هذا البلد أن يوجه بصلته لغير أهل السنة، هذا تعريض للفتنة، كلام خطير جدا، تجويح شعب وإبعاد بلد عربي مسلم أصيل لكي يوجه وجهته شطرة غير أهل السنة. فنحن نقول إن هذا البيان لا يعبر عن تاريخ أزهر ولا عن شيخ أزهر ولا مشيخة أزهر، ولا يعبر عن حقائق الشريعة الإسلامية ونصوصها الواضحة القاطعة والقاضية بحرمة إيقاع الضرر من المسلم على أخيه المسلم كفرد، فما بالك بمجموع الدول توقع الأضرار البالغة بشعب كامل بلا ذنب، بلا دعوة، بلا بينات، بلا أي تهم واضحة، بلا أي منطق ولا عقل ولا شرع ولا دين. هذا الأمر إن اتسق فإنما يتسق مع موالاة أعداء هذه الأمة ومع معاداة أولياء هذه الأمة والمسلمين. نحن في عصر عجيب الآن، في عصر غربة، غربة إسلام كاملة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيه الرويبضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابقى مع دكتور وصفي. مشاهدينا الكرام، نتحول الآن لزميلتي حياة اليماني، ستعرض عليكم عدد من تعليقات مشاهدينا في هذا السياق. أهلا بك حياة، تفضل. أهلا بك أحمد، وأهلا بكم مشاهدينا. بيان الأزهر الشريف كان مثار عدد كبير من التعليقات التي أيدت أو ربما عارضت هذا البيان. دعونا نتابع عدد من هذه التعليقات. حسن يقول: هكذا يكون الأزهر في هذه الأيام، وكنا فاكرين أنه هيتدخل لحل الخلافات. أيضا ليليان تقول: يا سيدي دورك تكون محضر خير، إيه دخلك في المشاكل دي؟ وأحمد يقول: ولما لا يدعو الأزهر الشريف لمقاطعة إسرائيل؟ وهذا السؤال تكرر بصيغ كثيرة. محمود زموت يقول: في مؤتمر أهل السنة في عاصمة الشيشان منذ شهور قليلة، شيخ الأزهر وغيره أخرجوا السعودية وعلماءها من الإسلام، والآن يؤيدونهما. ومارك يقول: يقاطع الأخ أخاه ويقول لك دعم الوحدة. وعلي يقول: الأزهر ما كان في قلوبنا فكان من الواجب عليه عدم التدخل في أمر كهذا. ومحمود، هذا هو تعليق سابق لمحمود محمد، يقول: الأزهر من منارة للعلم والمعرفة إلى غرفة عمليات يقودها السيسي. وتعليق آخر يقول: الأزهر ليس له حول ولا قوة، حيث أن علماء الأزهر مغلوب عليهم. وإبراهيم يقول: أنهيتم دور الأزهر الشريف. وعبر تويتر مزيد من التعليقات، ميرا تقول: ماذا فعل الأزهر مع مذابح المصريين على يد الانقلاب؟ رحم الله رجال الأزهر الشريف جاد الحق والشيخ عبد الحليم محمود
ونقاط كثيرة للانقطاع. محمد الطيب يقول: لا نستغرب من هذه الخطوة من الأزهر، فقد عمل مع السيسي منذ بداية الانقلاب، وأيضا وقف ضد القضية الفلسطينية من حيث اتهام حركة حماس بالإرهاب. تعليق أخير هذا هو الذي أذهب به إليك مرة أخرى أحمد، كما ترى هناك من يرى أن الأزهر مؤسسة يعني قرارها يعني صائب ويحترم، وهناك من يرى أنها دخلت بنفسها في معترك كان يجب أن تنأى عنه، وربما كان يجب أن تكون في جانب الصلح أكثر منها في جانب المعترك. أشكرك شكرا جزيلا حياة، وبسؤالك هذا سأذهب إلى ضيفي في القاهرة دكتور عبد المقصود باشا. كثير مما جاءتنا من تعليقات فضيلة الدكتور على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تتمنى من الأزهر الشريف يعني أن يدعو لفكرة حتى الحوار على أرضية الوحدة والأخوة العربية والإسلامية قبل هذا البيان، حتى قبل يعني أن يدلي بدلوه. ما رأيك في هذا؟ سيدي أرى كثيرا من التجني والتجني الشديد على الأزهر الشريف، فأصبح كل واحد من المتحدثين الذين تستضيفون قناة الجزيرة ما هو إلا بوق ضد الأزهر. دكتور يعني أرجو أن يكون الكلام بعيدا عن اتهام الأشخاص بعد إذنك يا دكتور. أنا بس بقول لحضرتك وفقا لضوابطنا بعيدا عن تجريح الأشخاص وبقية الضيوف، تحدث كيفما شئت، لكن بلاش يعني الأبواق وما شابه وهذه الكلمات. تفضل، أعطني فرصة كما أعطيت الآخرين. تفضل يا دكتور، تفضل، ولا تقاطعني من فضلك كما لم تقاطع الآخرين. تفضل يا دكتور. الأزهر الشريف سيدي يعطي الحق حقه ولا ينحاز لا لرئيس ولا لملك. هذا هو الأزهر عبر التاريخ. أما إذا وافق رأي رأيه فالأزهر فوق الرأس والعين، وإذا لم يوافق رأي الأزهر فعلى الأزهر السلام، والأزهر يتحمل جميع الخطايا. يا سيدي الأزهر إذا لم يتدخل في هذا الوقت فمتى يتدخل؟ أيوة تمام. إذا يعني كأن هؤلاء الناس الذين تستضيفون والذين ما هو أنا يعني حتى الضيوف تحدثوا عن أنهم يريدون تدخلا من الأزهر غير هذا الشكل. يا دكتور أرجوك اسمع سؤالي، حضرتك لم تجب على سؤالي. يا دكتور ضيوفي حتى كانوا يتحدثون على أن الأزهر له مكانة كبيرة داخل الأمة الإسلامية وفي قلوب أفرادها، كانوا من يريدون من الأزهر أن حتى يبدأ التدخل بمحاولة يعني إطلاق الحوار بين الفرقاء إذا صح التعبير، والسلام على أرضية الوحدة والمحبة فقط لا غير. يعني هذا ما كان يراد من الأزهر من وجهة نظر البعض. تمام يا أستاذ أحمد. اتفضل يا أستاذ أحمد. صدقني حدث هذا كثيرا في الماضي، وبعثات كثيرة ذهبت من الأزهر الشريف إلى الإمارات إلى قطر. لماذا؟ عفوا يا دكتور لم يحدث هذا، حضرتك بس بتقول معلومة كثيرا. متى كانت آخر بعثة؟ لعلي لم أتابع. متى كانت آخر بعثة من الأزهر الشريف إلى دولة قطر لإجراء أي حوار؟ متى يا دكتور؟ هي إجراء يا سيدي، هي بعثات كثيرة. ما أنا بقول لحضرتك يعني قول لي بعثة واحدة كانت إمتى؟ أكثر من 50 بعثة من أجل لم الشمل. يا دكتور يعني هذه كانت بعثات سرية يمكن إحنا ما نعرفهاش. أكمل فكرتي. أصل حضرتك بتقول معلومة يا دكتور، ما يعني وأنت بتقول معلومة أرجوك يعني أكدها. حضرتك بتقول إن في 50 بعثة من الأزهر الشريف جاءت إلى دولة قطر للحوار ورأب الصدى، حضرتك قول لي بس بعثة واحدة جت إمتى منهم؟ يمكن احنا ما كناش متابعين. يا سيدي اسال الحكومه التي انت تابع لها، اسالهم. انا لست تابعا لاي حكومه يا دكتور، وانا اسالك انت الذي تقول المعلومه. اما ان يحمل الازهر كل هذه الخطايا هذا لا يصح على الاطلاق. الازهر قيمه وقامه. الازهر اذا لم يدل برايه يعني حضرتك بتقول لي ان هناك الازهر لم يذكر رايه في بحث كذا. من قال إن الأزهر خارج عن نطاقه؟ الأزهر يعيش في مجتمعه المسلم، يحس بآلامه وأحلامه. أي يعني طيب ابقى معي يا دكتور، يعني أنت صحفي وتعيش هنا في قطر ومسؤول الملف المصري في صحيفة العرب الجديد، هل لديك أي معلومات مما جاء على لسان الدكتور من أن الأزهر بعث حوالي 50 بعثة إلى دولة قطر للحوار ورأب الصدع وما شابه خلال الفترة الماضية؟ قولا واحدا لم يحدث هذا، والدكتور يعلم أن هذا لم يحدث على الإطلاق، وأتحدى
أن يصدر أن يقول معلومة واحدة في هذا الصدد هو متأكد منها أو واثق منها. هذا لم يحدث على الإطلاق. وهذه الأمور لو حدثت فكان من الأولى الإعلان عنها حتى لتقيم الحجة على الطرف الذي تعتبره خاطئا ومخطئا باستمرار ويشذ عن الجماعة. الحقيقة هي الأزهر من الرسمي لم يدعي ذلك. يعني أنا أقصد أن من شخص الأزهر لم تدعي أبدا أن هي بعثت ولذلك أنا أوجه حديثي ولذلك أنا أقول على الدكتور عبد المقصود وليس على الأزهر. الأزهر لم يدعي وبالتالي لا أستطيع أن أطالبه بالبينة. طب خليني أسألك البينة على من ادعى. المشكلة عبد المقصود يدعي أن الأزهر أرسل 50 بعثة. 50 بعثة يعني 50 بعثة يعني إيه؟ كل أسبوع كانوا بيجوا. السنة فيها 52 أسبوع. طيب. فكان كل أسبوع بتيجي بعثة من الأزهر وتمشي ولا حس ولا خبر ولا بيان ولا سطر. طيب. ولا اسمح كلام. هو لعل البعض يقول هو ما العيب في انحياز الأزهر لوجهة النظر الرسمية في مصر إذا بدا للأزهر أنها وجهة نظر صحيحة؟ ليس عيبا ولكنه عار. لماذا؟ ليس عيبا ولكنه عار يلحق بمن أصدر هذا البيان. لماذا؟ لأن عليه أن يتحقق ممن ادعى. وليس في الأزهر سلطة كهنوتية بحيث أنه طب رئيس الجمهورية على ذكر هذا المثل، رئيس الجمهورية يرى أنه من حقه عزل شيخ الأزهر. لماذا لا يوافق الأزهر؟ لماذا لم يوافق شيخ الأزهر طالما أنه يوافق ويطيع ويطيع أولي الأمر كما سيظهر بعد قليل ويقول لك وأطيع أولي الأمر منكم؟ يعني لماذا في مواقف أخرى ها لا يطيع كلا؟ لماذا في موقف مؤتمر الشيشان أشار إليه ذكرني به أحد المعلقين الذي أخرج نصف أهل السنة من أهل السنة والجماعة بما فيه السعودية بما فيه المذهب الذي يعم المملكة العربية السعودية؟ لماذا خلف فيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب؟ يا سيد الفاضل هذا بيان سياسي. نحن لا ننكر على الأزهر التدخل، على العكس نحن نطالب الأزهر بالتدخل. نحن نتحدث هنا عن مضمون البيان، عن آلية إصدار البيان، عن الأسانيد التي استند إليها في إصدار حكم إدانة على دولة عربية مسلمة. لم يجب الدكتور عبد المقصود باشا على أي منها. وبصراحة يعني أسمعنا موضوع ممكن يكتب في موضوع إنشاء في موضوع تعبير والأزهر ومكانة الأزهر. كلنا نحترم مكانة الأزهر ربما أكثر من سؤالي الأخير لك. يعني هو ما خطورة يعني أنتم تتحدثون على أن البيان بيان سياسي من الدرجة الأولى، هو ما خطورة فكرة يعني أن يقع الأزهر في مستنقع السياسة، أو ما خطورة أن يكون للأزهر وجهة نظر سياسية عموما؟ لا توجد أي مشكلة يا أستاذ أحمد خالص، بالعكس الشأن العام ينبغي أن يهتم به العلماء وينبغي أن يهتم به الأزهر. كويس جميل. نحن لا نتحدث عن هذا، بل نطالب الأزهر ونطالب كل العلماء أن يتدخلوا كما طلبنا في بيان تنسيقية علماء المسلمين، أن يقوم العلماء بدورهم وأن يقوم العقلاء بدورهم وأن يدفعوا شر الفتن وشر البلاء وأن يعني يرفع هذا الحصار الظالم على دولة شقيقة عربية مسلمة. نحن لا نعيب أبدا أن يتدخل السياسة، جزء من الإسلام لا يتجزأ، ولكن نحن نتحدث هنا عن مضمون البيان. أنا أريد الآن للدكتور عبد المقصود باشا لم أفهم منه كلمة واحدة، لم يقل فكرة واحدة تستحق الرد ولا تستحق النقاش. يقول إذا لم يتدخل الأزهر الآن فمتى يتدخل؟ نحن نطالب الأزهر بالتدخل، لكن أي نوع من أنواع التدخل؟ التدخل الذي يبين حقائق الموقف، يبين حقائق الشريعة، حكم الإسلام الشرعي في هذا الحصار، حكم إيقاع الضرر من المسلم على أخيه المسلم، حكم التطلع لمزيد من فرض العقوبات وفرض الحصار. يعني هل هذا كلام يوافق الشريعة؟ هل هذا كلام يوافق العقل؟ هل هذا كلام يقرها أي شيء؟ نحن نعلم في القانون الدولي أنه إذا سحب السفراء وأغلقت الحدود برا وجوا وبحرا يبقى ده خلاص علامات حرب. تحارب أخاك المسلم من أجل ماذا؟ من أجل ترامب، من أجل إسرائيل، من أجل وصم حركة شريفة مقاومة بالإرهاب. أنا أريد أن أفهم بس، أنا عقلي يكاد يطير والله. يعني كيف يعقل هذا الكلام؟ عن أي دور يتحدث عنه الدكتور عبد المقصود الآن؟ فين الدور اللي بيقوم به الأزهر؟
الأزهر ينبغي أن يقول كلمة الحق، ينبغي أن يبين أحكام الشرع، ينبغي أن يبين أن هذا الحصار حرام قطعا، النصوص القطعية الواضحة المتواترة معنويا ولفظيا قاضية بحرمة هذا الإجراء، إجراء ظالم باغي، فيه اضطهاد، فيه حصار، فيه تجويع. احنا قلنا إذا كان في حد مجرم يا أخي يعاقب المجرم، تحاصر شعب بأكمله علشان أشكرك. يعني دعاوى وأمور لم يقم عليها أي دليل، أين العقل؟ أين الشرع في هذا؟ أريد شكرا أن جزيلا. فقط أين الشرع في هذا؟ نحن نطالب الأزهر بأن يقوم بدوره. أنت سألت يا أستاذ أحمد، نعم، آخر بعثة كانت بتاريخ كام؟ لم يجب عن شيء. 50 بعثة كما قال ضيفك الكريم، يعني في كل أسبوع بعثة في السنة الواحدة. طيب تمام، وضحت الفكرة يعني دكتور، عفوا يعني أنا أتأسف منك للمقاطعة وضيق الوقت. شكرا جزيلا الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، الباحث في الفقه والشريعة الإسلامية، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول. كما أشكر ضيف الاستوديو الأستاذ نزار قنديل الكاتب الصحفي، وأشكر ضيفي من القاهرة أيضا الدكتور عبد المقصود باشا الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم بعد الفاصل نرصد. ليه ابن معتقل تاني موجود حاليا في وادي النطرون؟ نرصد معاناة عائلات معتقلة في السجون المصرية مشتتة بين أكثر من معتقل، ابقوا معنا.